وان شاء الله نكون خدمتك. والنعم المشكله ان شاء الله تزال وتمعزز مكرم بين اخوانك وناسك سواء بقيادتك وفي الوزاره. والنعم الله يحفظك سيدي. عندي هذا امر. اي قريت. اي سيدي بس اريد يعني شويه يحتاج لعمليه زراعه طرف صناعي. نعم. انا هم مرتين الوزير نقم للدفاع المدني قدمت مطالعه ورفضت نقل الدفاع المدني مع احترامي لمؤسسه الدفاع المدني، لكن انا قيادتي بيك همه بعد بيك عطاء بالضبط. انا قيادتي اللي ضحيت بها، هاي القياده البطله. وسيدي بس مساله العلاج هاي اللي عندي. نعم. زين ومساله انه بس دوامي بس يعني آلية دوامي بس مجرد قضيه المبيت. قضيه المبيت واذا تقدر سيدي مساله علاجي يحتاج لي من يمك بعد. يورد بما يخص قضية موضوع الصندوق تابعوا لهذا الموضوع. يعني شكلوا اللجنة على هذا الموضوع وعطونا التفاصيل به خلال هذا الأسبوع. السلام عليكم. يمي نقيب سجاد عنده إصابة 100% وهو يدام مقر القيادة بالعملية. مراعاة الوضع الصحي على مود قضية المبيت مالته، المبيت ما يباع. بعد شنو قضية الخاصة؟ يعني هذا إذا تكرمتوا علي كوزارة وأنتوا مرجعي الأول تقدم ترقية استحقها ومو قليلة بحقي. ابدا مو قليلة ابدا بل مقصرين امام هيك توقيت. هاي اعتبر هالموضوع خلص. الله يحفظك ويسلمك. كملوا لي اوراق على هذا الموضوع. كن بخير. جدا اسف اخذت من وقتك. لا بالعكس اخ عزيز. زادني شرف لانه التقيت بهيك. انا شرفت بهيك شخصية حلوة اعتبرها نموذج للعطاء ونموذج للهمة والتفاؤل. يعني هاي هذا كلامك اتمنى يوصل رساله لكل اخوان الجرحى ويعطيهم هاي الهمه.